أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج الخليقة تجيب زي ما شفتوا اللي منكم كان معانا في الحلقات السابقة اه قدرنا نشوف مع بعض قد ايه في موضوعات تخص الخليقة بتثير أسئلة في أذهان الكثيرين بذات الشباب نتيجة دراستنا العلمية ونتيجة الأبحاث العلمية و ازاي انه عايزين اجابات اكيده وحقيقيه ونقدر نبني عليها الحق، ما نكونش مجرد ناس بنسمع راي نقتنع بيه وبعدين نلاقي راي اخر وده بيسبب لنا اننا بنكون بنهتز من فكر الى فكر. احنا في البرنامج ده بنعمه الله بنقدم من كلمه الله ومن الابحاث العلميه بنقدم اجابات لكل الاسئله اللي بتطرح. وفي شباب معانا بيقدموا اسئلة وفي اسئلة تانية بتجلنا على الموقع اللي بيتقدم عنوانه على الشاشة فبنحاول نجاوب على كل هذه الاسئلة برحب بيكم برحب بضيف الحلقة الدكتور ناجي اسكندر زميل كلية الملكية للجراحين بانجلترا اهلا بيك يا دكتور ناجي مبسوطين خالص لوجودك معانا ومشاركتك لينا شكرا ليك معانا مجموعه من الشباب برحب بيهم اهلا بكم يا شباب واهلا بكل الاسئله اللي بتقدموها دكتور ناجي عندنا مجموعه من الاجابات اللي اتعملت في سيرفي دراسه شملت قطاع من الشباب حوالي خمسين شاب وشابه اعمارهم من ال 20 لل 30 وكنا بنسألهم في موضوع إيمانهم بالخلق أم بالنشوء والارتقاء وتبينت الردود أنا هقرأ لك ردين منهم مهم. شخص عمره 21 سنة بوجه لي السؤال إحنا جينا منين هل تؤمن بأن الله خلق أو التطور هو الذي يفسر وجودنا فكانت الإجابة أنا أؤمن بالاثنين معا أؤمن بأن الله خلق وبأن الله سمح بالتطور واستخدم النشوء والارتقاء لإيجاد هذه الخليقة يعني هو أخذ الفكرتين وبيقول أنا لازلت أقوم بأبحاثي وأفكر واحد تاني إيميل تاني جالنا في السيرفي بتاعنا ده بيقول لنا إحنا كلنا صنعنا من طاقة وجزيئات وهذه الجزيئات متصلة معا لكنها تأتي من خالق أو من مصدر استخدم بالإنجليزي التعبير ده from one creator or one origin محددش بالظبط فهو بيقول أنا أؤمن أننا خلقنا لكننا قد تطورنا فبالتالي نحن جزء من التطور دول مثالين طبعا في اخرين قالوا لا انا لا اؤمن بان الله هو اللي خلق لكن انا كل ايماني بنظريه الايفوليوشن اللي هي نشوء الارتقاء ايه راي حضرتك في الكلام ده ده بيسموه theistic evolution بمعنى ان الله استخدم التطور كوسيله للخلق يعني خلق وبعد كده استخدم التطور. الحقيقه في مشاكل كتيرة قوي في هذا الموضوع. طب معلش لحظه. اتفضل. إيه خلق برضو يعني هو خلق الخليه الاولى اه وبعدين خلاها تتطور. بالظبط كده ده آه. الفكر بتاعهم. في مشاكل ضخمه في هذا الموضوع. لانه الخليه الاولى لما كونت اول كائن حي، الكائن الحي ده ما قدرش يعيش مع الحياه كون عائله او مجموعه من الكائنات الحيه، والكائنات الحيه دي ابتدت الاضعف منها يموت والاقوى يستمر وهكذا تستمر شجره الحياه في التطور. اه معنى كده ان كان في موت قبل سقوط ادم مم. تمام لانه ادم جاء على قمه هذه الشجره نعم فكان في موت يسبق ادم ودخول الخطيه نعم وده طبعا شيء مخالف تماما لكلمه الله الصادقه في مشكله تانية معنى كده ان الله ما جابهاش صح من اول مره احتاج يجرب اه احتاج يجرب اللي بنسميه ترايل اند ايرور بالظبط كده والخضر. يعني يا مم. ف ابتدى يصنع في المشروع ويغيره ويكبره ويحسنه ما نفعتش كده نغيره آه لحد ما وصلنا واستخدم كمان الموت كوسيلة للخلق أي أيوة. وده طبعا مخالف تماما لفكرة الله ولكلمة الله نعم فالحقيقة ما نقدرش نخلط بالنشوء والارتقاء وكلمة الله بس خليني أوضح نقطة مهمة اللي احنا بنتكلم عنه ده اللي هو التطور الرأسي أيوة زي ما نقول من الميكروب إلى عالم الم... عالم الميكروبات بمعنى أنه الميكروب الصغير ده عمل لي العالم اللي بيدرس الميكروبات ده مستحيل زي ما اثبتنا في الحلقات السابقه من ناحيه البيولوجي صعب ومستحيل ومن ناحيه كلمه الله الصادقه طبعا ده كلام مش مقبول بالمره طبعا لكن خليني اقول حاجه تانية ان التطور بمعنى الافقي بمعنى التغيرات في الجنس الواحد طبعا موجود وطبعا الكتاب المقدس بيتكلم عنه بس انا ملاحظ يا دكتور ناجي طبعا انا موافق حضرتك انت بتكرر الموضوع ده في الحلقات وده مهم جدا لكن انا ملاحظ ان كل اللي بيركز على آه. موضوع التطور هو لا يقصد الافقي يعني بالزبط. كل اللي بنسالهم وسالناهم هم كلهم الفكر الاساسي اللي عندهم بالزبط. التطور بالظبط الراسي اللي هو احنا اصلنا كان كائنات اقل ودون وهذه الكائنات وصلتنا بالظبط إلى... السبب ان انا بكرر ده انه في المتحف البريطاني في لندن أيوة. في لوحة بتقول أن الكرييشن الناس اللي بيؤمنوا بالخليقة بيؤمنوا بالخليقة الثابتة اللي ما تغيرتش من ساعة ما الله خلقها أيوة. دي معلومة غلط مئة في المئة أيوة. احنا بنؤمن بالله الخالق اللي خلق انواع زي ما قلنا اجناس اجناس وداخل الاجناس في تغيرات فيها القدره نفسها على التغير فادم شكله هيكون عنده نفس الكروموزومات اللي عندي ايوه تمام هيكون عنده نفس عدد العظام اللي عندي ايوه بس مش لازم نفس طوله بقى معرفش كان طوله قد ايه بالظبط مش لازم لون شعره زينا بالظبط مش بيستخدم الافتر شيف اللي انا بستخدمه ولا تمام كده ولا قوام الشعر بتاعنا بالظبط كده لا ما دي دي اعتقد دي يا دكتور فريد مشكله كبيره لانه بتوع الايفوليوشن بيخلطوا لنا بين الميكروب تو مايكروبيولوجي زي ما بنقول من 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 الخليه الواحده للانسان ال في قمة الخليقة أيوة. وبيخلطوا بين التغيرات اللي بتحصل أنا وريتك في حلقات سابقة تغيرات في مجموعة الكلاب تغيرات في مجموعة الدواجن بالظبط إحنا بنؤمن بذلك والكتاب المقدس بيؤكد ذلك أيوة. تمام؟ نعم. لكن المشكلة أو العقدة الأساسية إنه من خلية واحدة أو من تفاعلات كيميائية عشان تكون الخلية ودي برضه ملهاش حل نعم. الخلية دي تتكاثر وتكون إنسان عظيم زي حضرتك ده أيوة. مستحيل بنقر بأن الله هو الخلق بالظبط كده ادينا فكره عن لما خلق الاجناس او التسلسل ايوه يعني حضرتك قلت كلمه مهمه قوي ان يعني اللي بيقولوا نؤمن بالله وبالتطور ضمنا كانه بيقول هو كان بيجربها بالزبط. فمره طلعت كده عجبته بالزبط. مره لا ما ظبطتش فقال لك امال و... ايه بقى قصه الخلق اللي جت في الكتاب المقدس بالظبط قصه الخلق جت بكل وضوح انه في البدء ده بدء الزمن خلق الله السماوات والارض فالآية دي بتورينا الزمن تورينا مصدر الخلق وهو الله أيوة بتورينا الماتيريال اللي هي السماوات والأرض أيوة فعندنا زمن وماتيريال مادة والخالق نعم دي لها معنى كبير قوي أيوة تسلسل أحداث الخلق في تكوين واحد مختلفة تماما عن شجرة التطور أيوة دينا ويه. فكره عن بالظبط تعال نبدا بكلمه الله الصادقه وده اللي انا بحب اقوله دايما لازم أول نلبس اصحاح من الكتاب المقدس سفر التكوين لازم نحط النضاره الصح عشان نشوف الحقائق ده. صح نعم فتعال بينا ندرس السورة الاولانيه اللي بتتكلم عن ايام الخليقه في ايام الخليقه في اليوم الاول الرب قال لتكن ليكن نور فكان نور اي وحصل يوم واحد وزي ما عرفنا اليوم هو دوران الارض حوالين نفسها. أي في اليوم الثاني فصل اسمح لي اقرا يا دكتور اتفضل يا ريت تقرا من كلمه الله الصادقه آه. انا هقرا كل يوم وعشان علي. عليه تمام آه. في البدء سفر التكوين اصح واحد عدد واحد تمام في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله ليكن نور فكان نور وراى الله النور انه حسن وفصل الله بين النور والظلمه ودعا الله النور نهارا والظلمه دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. بالضبط ده اليوم الاول اللي اتخلق فيه النور. يعني اول يوم الله خلق النور. النور وده لا علاقه له بخليقه لا. الشمس اللي هتحصل في اليوم الرابع. نور تمام فاليوم الاول خلق النور والنور نعم. اساسي للحياه على فكره نعم وقال الله اليوم ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد وكان كذلك ودع الله الجلد سماء وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا ايه الجلد يا دكتور الجلد ده اللي هو الاكسبانس اللي هو الفضاء الفضاء تمام فالله صنع الارض وبعدين صنع الفضاء الفسيح يقول لك ستريتش ذا هيفنز اه بسط, بسط السماوات, السماوات بالظبط اه تمام هي دي دي معنى كلمة بسط السماوات. لما نلاقي كلمة السماوات في الكتاب المقدس هي بتعني ثلاث حاجات أيوة ممكن تعني السماء اللي هي حوالين الكرة الأرضية ده اللي بركب فيها الطياره وطير الغلاف الجوي الغلاف الجوي أيوة. تمام ممكن السماء تعني الفضاء الفسيح اللي موجود فيه النجوم والاجرام ايوه والسماء بمعنى عرش الله أيوة. وعشان كده الرسول بولس بيقول ان صعدت للسماء الثالثه السماء الثالثه اللي هو عرش هم ثلاث سماوات بالظبط فلازم نفهمها بالقرينة اللي احنا بنقراها فيها جميل جدا فالرب بيورينا خلق السماوات في اليوم الثاني الجلد اللي هو هذا الفضاء ايوه اللي فصل بين ميه فوقيه وميه تحتيه تحتي اللي على الارض تمام طيب اليوم الثالث بيقول وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد تمام ولتظهر اليابسه وكان كذلك وضع الله اليابسه ارضا ومجتمع المياه دعاه بحارا تمام وراى الله ذلك انه حسن وقال الله لتنبت الارض عشبا وبقلا يبزر بزرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بذره فيه على الارض وكان كذلك وراى الله ذلك انه حسن وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا. اليوم الثالث حصلت فيه حاجتين. حاجتين. ان الله فصل المياه اللي كانت بتغطي الارض وظهرت اليابسه. ايوه. واليابسه دي بنعتقد انها كانت مجموعه واحده، كانت كل القارات متكتله في حته واحده. ايوه. والتفكك اللي حصل بعد كده هندرسه في فلك نوح والطوفان. نعم. تمام؟ وخلى المياه لوحدها. اه تبقى البحار. لما هندرس في نظريات النشوء والارتقاء تكوين البحار مختلف تماما عن كده في رايهم. انا بس عشان اوريك انه مش ممكن نخلط افكار البشر اللي معرضه للخطا بفكر الله الكتابي الصادق الامين. ايوه تمام ففي اليوم الثالث هو احنا غالبا هنحتاج في مره أيوة. تاني أيوة. ان حضرتك تورينا نظريه النشوء الارتقاء والتسلسل اللي فيها بالظبط وتقارنها بالزبط. بتسلسل الخلق في الكتاب المقدس بالتاكيد هنعمل كده فاحنا في اليوم الثالث حصلت ايه؟ حاجتين آه. الميه انفصلت بين مجموعه ميه وظهرت اليابسه اليابسه تمام وحصل النباتات ظهرت في هذا اليوم الرب, الرب خلق خلى الارض تنبت مش عايز اقول ظهرت عايز اقول الرب خلق نعم لانه ده الشيء المهم وقال اللي قال لتنبت والله لما يقول الكلمه الشخص تساوي الشخص مم. تمام وتحمل قوته وتحمل قوته اه فعي... عند الله تحمل قوة. بالضبط وقوه الله غير محدوده بالضبط احنا احنا بنحاول نحد الله عشان كده بنتعب في التفسير نعم. في ده يعني كلمة قوة دي كلمة لذيذة قوي لو قلت لك مثلا قوة سيارة في كمية من القوة بتتكون في مخي قوة طيارة بتكبر أكتر القوة دي قوة قنبلة نووية بتكبر القوة دي في مخي قوة الله تقدر تحط لها غير محدودة بالظبط كده محدود. فلما نقول الله خلق ده شيء رائع وشيء منطقي وشيء إلهي مظبوط ف... وده ما ما الكتاب ما قالش فانبتت الارض لا لكن وقال الله في أمر. لتنبت الارض في اوردر لازم يطلع في امر, في أمر لازم يطلع جميل وده يطلع من الله القادر وده ليه معنى اليوم الرابع وقال الله لتكن انوار في جلد السماء ايوه لتفصل بين النهار والليل وتكون لايات واوقات وايام وسنين وتكون انوارا في جلد السماء لتنير على الارض وكان كذلك فعمل الله النورين العظيمين النور الاكبر لحكم النهار والنور الاصغر لحكم الليل والنجوم وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الارض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمه وراى الله ذلك انه حسن تمام يبقى دول النورين والنجوم اللي جم في اليوم الرابع بالظبط كده وده شيء مهم قوي لازم نفهمه انه النور اللي كان موجود قبل كده ما كانش مصدره الشمس أو بتاع اول يوم بتاع اول يوم ده مش مصدره الشمس, الشمس. آه. ده النور الله من اليوم الرابع خلى الشمس والقمر هما اللي ينيروا النهار وينيروا الليل آه. تمام انا متصور في دي انه في اليوم الرابع ابتدى يعمل المسؤول عن اضاءة الحتة دي اللي بالزبط. هي الأرض بالظبط بس الأرض مش كل الكون بالظبط يبقى إذا في مصادر للنور في كل الكون مش بالزبط. الشمس ولا القمر لأن دول مختصين بالمجموعة الشمسية عشان كده الناس اللي بيعترضوا على تعريف اليوم كأنه 24 ساعة وده احنا بنؤمن بذلك بوضوح في سفر التكوين أيوة بيقولوا إن الشمس والقمر طلعوا في اليوم الرابع فإزاي تحسب الأيام السابقة ليهم يوم آه. واحد واثنين وتلاتة آه. زي تعرفنا لليوم زي ما قلناه في حلقات سابقه بعيده مره تانية ايوه اليوم بيحدد بدوران الارض حوالين محورها دوره كامله آه ايوه انا عايزك توضح لنا آه. تاني دي ده اللي بيعمل اليوم اليوم بيحدد بدوران, بدوران الأرض, الارض حوالين محورها, محورها آه. بيعمل اليوم امال دوران الارض حوالين الشمس يعني ده بيعمل ايه؟ السنه يعمل السنه ودوران القمر حوالين الارض بيعمل آه. الشهر القمري الشهر القمري عشان كده دي كلها ظواهر فلكيه لكن الاسبوع بيجي منين؟ من كلمه الله. من كلمه الله. لانه ما هيش ظاهره فلكيه. لا ما فيهاش. الاسبوع ده هو اللي حددهم. بالظبط. ب... ست ايام تشتغل وتريح في اليوم السابع. بالظبط وده يوم الخليقه. جميل. فالاسبوع جاي منين في الايام؟ من كلمه الله. من كلمه الله. مش كظاهره فلكيه. بالظبط. اتفضل حضرتك. اليوم الخامس وقال الله لتفض المياه زحفات ذات نفس حيه وليطر طير فوق الارض على وجه جلد السماء. فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه ورأى الله ذلك أنه حسن وباركها الله قائلا أثمري واكثري واملئي المياه في البحار وليكثر الطير على الأرض وكان مساء وكان صباح يوم خامسًا في اليوم الخامس إيه اللي حصل؟ الرب خلق الطيور اللي بتطير في جلد السماء في في اول طبقه من الارض زي ما احنا قلنا أيوة او طبقه من السماء هي الغلاف الجوي, الجوي ده اللي فيه اكسجين تمام آه تمام وطبعا دي مرتبط بالرئه بتاعتهم والعظام بتاعتهم تكون خفيفه عشان تقدر تطير حاجه, حاجة رائعه خلق الطيور ده شيء جميل جدا وازاي سرعتها وازاي في طيور بتنتقل من مكان لمكان الاف الاميال وما بتقفش خالص منين بتجيب الطاقه دي ومنين بتد... ايه اللي بيحركها الطيور ده موضوع لذيذ جدا وانا عندي ابحاث كتيره قوي عنه قريتها وبستمتع بيها بشده اكيد يعني. طبعا الرب كمان خلق الزحافات اللي في البحر نعم تمام الاسماك وال... والحاجات التنانين العظام والتنانين العظام وكل ذوات الانفس الحيه الدبابه التي فاضت بها المياه كاجناسها بالظبط يعني الميه طلعت انواع وهو ما حددش اه ده ده بقى كمية كبيرة قوي من الكائنات من الحية الأجناس. تمام وبس عايز أراجع كلمة طلعت أمرت إنها تطلع آه طبعا أنا نعم. معلش هكون دقيق قوي هنا آه. لأني أنا عايز أوضح المفهوم الكتابي الصادق الكامل نعم. إن الله هو الخالق ما هو طلعت طلعت آه من المية مش معناها إن إحنا طلعنا من المية طلعت من المية لأن الله خلقها طلعنا من المية دي تطلع. الأساطير الشرقية هنتكلم عنها كتير في المرات طيب. القادمة اليوم السادس وقال الله لتخرج الأرض أدي أمر برضو تمام ذوات أنفس حية كجنسها أيوه بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها وكان كذلك فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها ورأى الله ذلك أنه حسن وبعد كده وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون أيوه. على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض فخلق الله الانسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض وراى الله كل ما عمله فاذا هو حسن جدا وكان مساء وكان صباح يوما سادسا ادي اليوم السادس بالظبط حضرتك لخص لنا بقى اللي آه. كان فيه اليوم السادس حصل فيه ايه؟ الرب كون آه امر بخلق كل دبابات الارض كل الوحوش الارض كل الوحوش العملاقة وقل للارض طلعيها آه بالظبط آه. الخلق حصل بأنه قل الارض طلعت بالظبط ولما وبعدين خلق الانسان وخلق الانسان من طين الارض دي ونفخ في, في نفسه أنفه, أنفه في نسمة حياة في أنفه نسمة تمام حياة. آه. وتكون الانسان أو خلق الإنسان في اليوم ده أي. بنقرا بقى في اصحاح اثنين تفصيلات اللي حدث في عد في في اليوم جميل السادس جميل. فناس بتقول ان اصحاح واحد واصحاح اثنين من سفر التكوين بيناقضوا بعض لانه بيقول انه خلق الانسان في اليوم السادس وبعدين في اصحاح اثنين بيقول لنا ازاي حواء خلقت ايوه ولما هندرس اصحاح اثنين هنتكلم بالتفصيل عن الاحداث اللي حصلت في اصحاح اثنين نعم لان الناس بيقولوا انها احداث كتيره قوي مش ممكن تحصل في 24 ساعه هنثبت العكس تماما طيب احنا هنخلي دي وكمان انا ربما هطلب من حضرتك نرجع تاني في حتة خلق الإنسان والفروق اللي كانت في طريقة خلق الإنسان عن خلق بقية الكائنات الحية لأن دي ليها علاقة كبيرة أو بموضوع إن شو والأرض بالتأكيد أقل. مرسي يا دكتور ناجي شكرا يا دكتور أعزائي المشاهدين الحديث شيق والموضوع مهم جدا ولابد أن نقف على أرض راسخة أنا بديت كلامي وقلت أنه في كتير من الشباب بيقول أنا أؤمن بوجود الله وان الله استخدم النشوء والارتقاء لكن ابتدينا نوضح ان الاتنين مع بعض ما ينفعوش يا دي يا دي بس المهم نثبت ايهما اصح هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع الشباب أعزائي المشاهدين رجعنا تاني بعد الفاصل مع أسئلة الشباب وإجابات الدكتور ناجي هارفي تفضل اه كان عندك أسئلة من الحلقة السابقة وجاوبنا وعندك تاني حضرتك كنت بتقول إنه كان في مصادر أخرى للنور أيوه دكتور فريد قال كده إنه في مصادر أخرى للنور تمام هل هي ديت اللي كانت بتنور في, النا... في اليوم الأول؟ آه بالظبط ده يعني كان في خليقه قبل الخليقه ديت؟ لا مش خليقه احنا بنتكلم عن النور مش قصدي بني ادمين او كده انا قصدي انه كان في حاجه توجد قبل الارض؟ ما هو بيحكي لك في البدء خلق الله السماوات والارض تمام؟ وابتدى يقول انه خلق النور والارض موجوده فالماده اللي الله خلقها خلقها في الاول وبان شرح لنا ازاي الارض دي تكونت فاول حاجه عملها كان النور اضيف الدكتور ناجي يا هارفي انت هتشتري شقه او فيلا فراح المقاول بنهالك فاول حاجه بتعملها بتجيب المسؤولين عن الاناره وتوصيلات النور بتروح عامل فيها ايه منوره فالله عمل الفيلا العظيمه دي وبعد كده راح مدخل فيها الايه النور اوكي اتفضل سؤال تاني بس عن انه نظريه ان الارض كلها كانت حته واحده وحواليها يعني جزيره واحده حواليها ميه اللي هي نظريه جاية الكلام ده صح ولا الكتاب بيقول حاجه تانية لا هو الكتاب بيقول الكلام ده بالظبط ولما اشرح لك في الجيولوجي بتاع الفلاد لما حصل الفيضان ازاي اني قشره الارض انكسرت وينابيع الغمر انفتحت وتكونت القارات هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل انا ما سمعتش اسمها سمعت نظريه ايه هي مش نظريه بس هو كانوا بيسموا الجزيره ديت جزيره بنجايا مش, آه مش بس مال مال مش بالضروره لا. مش بالضروره آه لا بالإسم. لان ال... ده ممكن تكون اسطوره انا ماليش دعوه بالاسم انا بقول لك ان في كان في ميه درسناها ان الجزيره اسمها يعني كانوا بيسموها كده دي اللي احنا آه. التسميه دي شيء اضافي ممكن تسمي اي حاجه زي ما انت عايز القضيه كالاتي ان كان في ارض وفي ميه مفصولين عن, عن بعض الله فصلهم عن بعض اتفضل ديفيد هو حضرتك قلت يعني وحضرتك بتقرا اللي الله يرى والله يعني شاف اللي ده حسن وقرأ رأى الله ذلك انه حسن طب هو ايه الفرق بين الناس اللي بتشوف الله كقوه ايوه والناس اللي بتشوف الله يعني كشخص, كشخص بيأمر ويتكلم ويشوف الرب طبعا هو شخص تمام ولما ما نقدرش نقول عن الله انه مجرد مصدر قوه تمام لانه احنا لينا علاقه معاه وهو عايز يكون ليه علاقه معانا انا ماليش علاقه مع مصدر الكهرباء اللي في الاستوديو هنا تمام لكن انا زوجتي حاضره هنا ونقدر نكون لينا علاقه اسريه مع بعض تمام الشخص لازم يكون آه عشان يكون شخص لازم يكون قادر على يمكن الاتصال التواصل, على التواصل معاه. والتفاهم فالله ما هوش بس قوه او مصدر للقوه الله هو شخص بيرسونا وده وده واضح في كلمه الله هو ازاي الله قارن آه السماوات بالارض انا عارف ان الكره الارضيه دي حاجه صغيره جدا في السبيس وفي حاجات اكبر منها بكتير جدا اه ازاي ازاي لو احنا هن يعني هنمشي على اساس ان السماوات دي عرش الله يبقى ازاي قارن الكره الارضيه الصغيره جدا بعرش الله عشان ربنا خلق الانسان اللي على صورته وكشبهه على هذه الارض تمام الانسان ما اتخلقش في السماء وبعدين سقط ونزل على الارض الانسان خلق على الارض لاننا جسمنا وطبيعه التنفس بتاعنا وكميه الاكسجين اللي في الجو والضغط الجوي وكل الامور دي والحراره وكل ده مرتبط بان احنا اتخلقنا على الارض. الارض ما هياش مركز الكون من حيث الجغرافيا بتاعت الكون تمام؟ لكن هي مركز اهتمام الله بهذا الكون. في, الانجليزي يقول لك وخلق السماوات ايضا. And he made the stars also. كانها يعني حاجه بسيطه، طبعا لما هندرس في الفلك هنلاقي ان النجوم والمجرات النجوم والاكسبانس ده اللي هو الفضاء حاجه كبيره قوي 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 احنا مش هنقدر نفهم كل افكار الله في الخليقه لكن نقدر نشوف الوصف اللي عمله لنا ده وصف صادق ولا لا تمام فالله خلقنا في الارض والارض فعلا حجمها صغير بالنسبه للكواكب الاخرى وال بالنسبه اكشوال للمجرات الاخرى والنجوم لكن في نفس الوقت هي مركز اهتمام الله لانه بيحبك ويحبني رودا تفضلي هو ايه اللي يثبت ان اليوم في الست ايام بتوع الخليقه كان اليوم واحد أربعة ساعه تعريف اليوم لما تمسكي اللغه هتلاقي ان كلمه يوم تعني يوم لما يكون مرتبطه برقم يعني ما تقول اليوم الاول واليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع تمام دي تعنيها انها يوم 24 ساعه لان كلمه يوم تعني ممكن تعني حاجات كثيره طبعا ممكن تعني جزء من النهار بنسميه يوم ممكن تعني لما اقول في ايام ابائي تعني فتره زمنيه <applause> تمام لكن تعريف اليوم في اللغه لما تفتح الديكشنري هيرجع لك لتكوين واحد على فكره عشان يعرف اليوم تمام كاليوم اللي خلق فيه الله فالايام بتبقى محدده انها 24 ساعه لما يكون حواليها رقم الحاجه الثانيه لما يكون... حواليها رقم يعني قبلها او بعدها آه يعني يعني, يعني اما اقول آه آه اليوم الرابع يبقى جت آه. بعدها بالزبط. او اقول اربعه ايام يبقى انا حددتهم ب 24 ساعه كل واحده بالظبط كده ما اقدرش اقول اربعه ايام آه بين... بس حته حولها تمام ما اقدرش اقول اربعه ايام وسط 4 مليون سنه مستحيل ما ينفعش مدجيش. ما ينفعش فعلا مدجيش. ما ينفعش ما تجيش اه في تعريف لغوي بيخلينا نفهم ان الايام دي ايام حرفيه ودول ناس من اللي درسوا العبري بالتفصيل واساتذه في هذا الموضوع فالتشكيل اللغوي لهذه الكلمات بتقول لنا ان اليوم ده 24 ساعة. ما ينفعش يكون مدة زمنية غير محددة. الحاجة الثانية لما يكون في صباح ومساء ده يحكم اليوم ان هو 24 ساعة او دوران الارض حوالين نفسها دورة لانه هو ممكن يكون 23 ساعة وكسر. بس هو مش مش ملايين السنين. سارة كانت رافعة ايدها هو ما قالش اليوم الأول أو اليوم الثاني يوماً واحداً، هل ده اختلاف ترجمة بس؟ لا لا يوماً واحداً معناها انه لأنه قال صباح ومساء. لا قال يوما ثالثا ويوما ثالثا ورابعا مش اليوم الاول اليوم يوم يعني أه يعني مش أه مش معرفها لا ما عايز مع... تقول ان ده مش اليوم الاول مش اليوم الثاني اه عايزه تقولي التالي. ما فيش الف لام التعريف تقصد يا دكتور لا هل ده بس اختلاف ترجمه ولا لا الف لام التعريف دي في العربي بس آه فاحنا لا يعني م... ترجمة مش دي القضيه اه لا لا مش... هو اليوم ده حدد اه في اليوم الاول في اليوم الثاني ودعاه يوما ثانيا وهكذا فدي ايام معرفه ومحدده انا عايزه اسال مثلا في اليوم الثالث في الخليقه ذكر انه اتخلق النباتات والاشجار تمام طب ايه تفسير مثلا انه يجي بعدها تخلق الشمس مع ان النبات متوقف على انه بيعمل عمليه الفوتوسينثس بيحتاج الشمس بالزبط. قبل ما هو يظهر تمام النبات لا مش قبل ما يظهر ده لما يبتدي يفانكشن يعني تمام ده 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 المنطقي لانه هي محتاجه بس 24 ساعه ويبتدي يشتغل في الفوتوسينثسس ثاني يوم لكن الناس اللي بتقول نباتات ظهرت وبعد فتره طويله ظهرت الشمس ده ما ينفعش تمام فده بالعكس ده يثبت صحه الكتاب المقدس النباتات في اليوم الثالث والشمس في اليوم الرابع فهي عندها فرصه تعمل الفوتوسينثسس دهو في اليوم اللي بعديها وده طبيعي ومنطقي ومفيش مشاكل فقضت ليله واحده من غير شمس مش مشكله نادين انا بشوف كمان هنا ان المصمم الالهي رائع في في يعني في تصميمه فطلع النبات وبعدها على طول جاب له الحاجه اللي اللي هو محتاج لها يعني بيجيبه وبعدين بيجيب له الايه الحاجه اللي تشغلها. كان عندي سؤال تاني اتفضلي انه في كل بعد بيخلق كل حاجه بيقول وكان مساء وكان صباحا يوما اول, أول. ثاني طب آه ليه مثلا بيبتدي بين مساء وصباحا ليه ما يبقاش الترتيب الطبيعي صباح ومساء؟ لا انت بتقولي طبيعي بناء على ايه؟ تمام؟ هو فين النقطه بتاعتك اللي بتختاري بيها؟ اليوم على فكره مرات بيحدد بالغروب الشمس وبعدين شروقها. هو عاده من الليل يا دكتور ناجي اه ما بالظبط. يعني احنا في توقيتنا الحالي بيبتدي يومنا امتى؟ 12 و5 آه. مساء. تمام. يبقى احنا بدينا من المساء ثم النهار. وفي ناس كتيرة بتقيم اليوم بطرق مختلفه والساعات بطرق مختلفه تمام؟ في تقييم عبري وفي تحديد الساعات بالروماني. فدي مش مشكله القضيه انها دوره 24 ساعه اوكي تمام شادي تفضل عايز اسال سؤال عن م... النور ربنا خلق نور ايوه يعني حضرتك بتقول ان هو ملوش مصدر محدد ما نعرفش مصدره لكن كان ليه مصدر بس احنا ما نعرفوش طب يعني كده كان في حاجه في خليقه قبل يعني كان في خليقه تانية غير الارض حاجه تانية بتطلع النور لا هو عمل النور في اليوم ده في اليوم خلق. واحد خلقه ما كانش موجود في يوم زيرو تمام ما فيش يوم زيرو طبعا ها بس انا عشان بس اوصل لك الفكره فهو ما ما كانش في نور فروم زيرو اللي هو حاجه افتراضيه تمام؟ وهو خلق في يوم واحد النور يعني إيه المشكله؟ يعني ايه خلق النور؟ يعني يعني, يعني, يعني النور؟ عرف يعني الخلق يا شي. يعني خلق عرف فعل خلقه يعني ما كانش موجود موجود اوجد شيء لم يكن موجودا سابقا سابق. بس لازم يكون ليها مصدر مفيش حاجه في الطبيعه لا, لا يبقى مش خلق خليني اكلمك من فضلك انت بتتكلم عن المذهب الطبيعي ان الطبيعه هي كل شيء بنفسر بيها كل الاشياء تمام؟ الرب بيعمل حاجة سوبر ناتشرال فوق الطبيعة تمام؟ الرب بيخلق من العدم أوكي؟ okay? فما كانش في نور في يوم زيرو اللي هو مش موجود برضو وفي يوم واحد الله خلق النور ليه ربنا خلق الشمس بعد كده ما هو خلق النور اوريدي علشان يخلق الشمس الحكم النهار والليل بعد كده هو قرر ان الارض تضاء بواسطه الشمس والقمر كان في صباح ومساء يوم اول الشمس والقمر يا شادي بينوروا انهي منطقه في الكون هنا الأرض. الارض يبقى هو الفوكس على الارض بينور الارض لكن النور الاصلي اللي موجود احنا ما رحناش عشنا في الكون ولا اخدنا ما في نور في الكون بالظبط في في نور وفي على فكره مكان في الـ في السبيس في كمان في ظلمه في حاجه اسمها سبيس داست تمام وبعض العلماء بيقولوا ان احنا مش شايفين كل الكون بسبب ان في حتت ضلمه بسبب ان في حتت ضلمه طبعا دي موضوعات وفي حتت نور بالظبط دي حت... دي قضايا ظريفه ز... جدا بس البحث فيها قائم ما فيش يعني اعادك معانا كتير <تصفيق> <تصفيق> انا اتشرف بكده يا دكتور فريد الفضاء ده في حته كبيره مظلمه احنا ما نعرفش عنها حاجه تمام فده مصدر النور اللي هو عمله لانه هو بيخلق احنا مش متابع المذهب الالحادي او المذهب الطبيعي اللي بيقول ان الحاجه لازم تتكون من الماده احنا اثبتنا ان ده مستحيل وعندي سؤال تاني هو في... في, اليوم الثالث الارض ظهرت تمام يابسه هل كانت موجوده قبل كده والميه كانت مغطيها وظهرت الرب اه الرب خلق السماوات والارض تمام فالارض كماده موجوده الدست موجود تمام وحواليها ميه في اليوم ده الله قرر ان تتكون المحيطات او البحار زي ما الكتاب بيترجمها والارض اليابسه والنباتات تطلع على الارض متشكرين جدا للاجابات الجميله اعزائي المشاهدين آه، الله نور الكتاب بيقول كده الله نور ومش بس الله نور ده الكتاب قال لنا اكتر من كده قال لنا إن الله هو مصدر كل أنواع النور. النور الحرفي، النور الفكري المعنوي، والنور الروحي اللي بيغير حياة الإنسان. وبيقول لنا الرسول يعقوب في رسالة يعقوب في العهد الجديد الأصح الأول عدد 17 كله عطية صالحة وكله موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند ابي الانوار ده اسم الله فالله مصدر كل نور يهمني احبائي ان احنا نسال نفسنا هل واحنا بنتناقش عن النور الطبيعي بتاع الخليقه نسال نفسنا هل اختبرنا نوره اللي نور ذهننا؟ هل اختبرنا نور نور قلبنا وخلانا نفهم ان ده شر نبعد عنه وان ده خير نحبه؟ خلانا نعرف انه الضمان الحياة الأبدية في المسيح فقط اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة هل أحبائي إحنا متأكدين بعد الموت في إيه معظم الناس لما بسألهم يقول لك معرفش أو ربنا يعلم أو هنزل ست أقدام تحت الأرض وهنتهي زي انتهاء الحيوانات دي ضلمة دي ضلمه لكن النور الحقيقي اللي يقدر يقول لاني عالم بمن امنت وموقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. المسيح قال عن نفسه انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمه. انا بدعوكم نقرا الكتاب نفكر في هذه الحقائق العظيمه ونقبل المسيح المخلص ونحبه ونخدمه ونشهد للاخرين والرب معكم والى اللقاء في حلقه قادمه